اهلا بكم مشاهدينا، حلقه جديده وحصاد جديد، حصاد عام 2019. النهارده كل سنه وحضراتكم طيبين، اخر حلقه من الحصاد في عام 2019. بكره سنه جديده، حلقه جديده في اول السنه، والحقيقه انه عام 2019 زي الاعوام السابقه كان مليء بالاحداث ومليء خلينا نقول بما اتخذ على كل الاصعده، سواء كانت السياسيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه. كثير من الأصعدة يعني تمت فيها الكثير من الأحداث. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولكن احنا في هذه الفقرة نتحدث عن جولات الرئيس الخارجية في عام 2019. جولات الرئيس يعني لها العديد من الأهداف، أهمها توطيد العلاقات، سواء كانت توطيد العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو أيا كان من توطيد العلاقات بين مصر والدول الأخرى. وكان هناك أيضا أهداف أخرى من هذه الجولات الخارجية. يا ترى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 كم عدد الجولات اللي قام بيها، او قد ايه كم المجهودات والانجازات اللي خلينا نقول نتجت عن هذه الجولات في عام 2019؟ وكثير من الاحداث وكثير من التفاصيل ايضا في هذه الفقره مع الكاتب الصحفي شريف سمير، مساعد رئيس تحرير الاهرام. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. كل سنة حضرتك طيب الأول، وحضرتك بالصحة والسلامة، وسعداء أن حضرتك موجود معنا النهاردة في ختام عام 2019. دايما بتبقى منورنا في المداخلات هاتفيا. والحقيقة يعني جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ظاهرة إلى حد كبير، مش بس في عام 2019، الحقيقة يعني في السنوات القليلة الماضية. وأكيد هذه الجولات لها أهداف كثيرة بين مصر والدول الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا كل سنة وانتم طيبين، ونرجو أن 2020 يبقى عام خالي من الأوجاع والألام يا رب على كل المصريين يا رب. 2019 يستحق عن جدارة أن يلقب بأنه عام الدبلوماسية المصرية، لأن الدبلوماسية المصرية كانت في قمة نشاطها على مدار شهور السنة، وكانت الجولات المكوكية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن وراء كتيبة الدبلوماسيين المصريين على رأسها وزير الخارجية السيد سامح شكري، كان ليها عدة أهداف متوازية. أول هدف طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي إن هو يكون في توطيد طبعا للعلاقات السياسية بين كل الدول. والجميل في السياسة المصرية الخارجية إن هي مش بتركز على دول معينة، هي بتحاول إنها تعمل نوع من أنواع الدعامة للسياسة الخارجية أو لعلاقات مصر أو تجميل وجه مصر أمام العالم من خلال مجموعة من العلاقات أو التكتلات اللي ممكن تفيد في عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر. كان ده يعني يفسر ليه دايما كان في جولات مكثفة جدا ومتكررة لدول البحر المتوسط، دول أوروبا والاتحاد الأوروبي، وتحديدا المثلث مصر وقبرص واليونان، بعد ما أثير جدل حوالين البحر المتوسط والغاز، كنوز الغاز الطبيعي القابعة تحت مياه البحر المتوسط، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز واكتشاف حقول أخرى. فده كل ده حتى استفز المارد التركي اللي يحاول بقدر الإمكان أنه يستفيد من كل هذه الكنوز أو يحاول يسطو عليها ويستولي عليها بشكل أو بآخر. طبعا من ضمن الجولات المهمة جدا الجولات الإفريقية طبعاً. والهدف منها طبعا أن مصر طبعا على مدار 2019 كانت رئيسة للاتحاد الإفريقي، وده حملها مسؤولية مهمة جدا أنها تعيد بناء وتعيد هيكلة القارة السمراء مرة أخرى من خلال علاقات استثمارية، من خلال تبادل تجاري نشط، من خلال مجموعة من الاتفاقيات أو مجموعة من البروتوكولات اللي ممكن تتم بين مصر والدول الإفريقية، يكون في استغلال لموارد إفريقيا بشكل أفضل، يكون هناك في تبادل للعلاقات الثقافية بيننا وبين إفريقيا. وطبعا ده برضو فتح شهية الأطماع الخارجية نحو إفريقيا، في مقدمتها الصين وروسيا، وطبعا إسرائيل أصبحت الآن تتجه بأنظارها إلى القارة الإفريقية. اللي عايز أقول لحضرتك أن تحركات مصر الخارجية بتبقى دايما بوصلة. البوصلة دي على فكرة ممكن توجه أنظار الآخرين وتحركها وتحرك أهدافها وأجندتها. ورئيس عبد الفتاح السيسي من الرؤساء اللي هم مقتنعين جدا وعلى قناعة بأن هو ده مربط الفرس أو هو ده الهدف في بناء السياسة المصرية الخارجية، أن يعني يكون هناك استغلال لكل الأطراف ولكل الحلفاء، سواء كانوا في الأفارقة الأوروبيين
وطبعا ارسال رساله مهمه جدا للولايات المتحده الامريكيه انها ليست الحليف الاستراتيجي الاوحد، ممكن يكون هناك اعتماد على حلفاء اخرين عشان تكون في علاقه نديه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. واعتقد ان ابتدت تؤتي ثمارها مثل هذه الجولات، لكن طبعا الدبلوماسيه او السياسه الخارجيه السياسيه سياسه النفس الطويل، فمش ممكن هتبقى في ثمار يعني واضحه وثمار الحقيقه نقدر نلتقطها او نقطفها بمنتهى الوضوح بعد سنه. الموضوع هيستغرق برضو خلال 2020، اعتقد ان هيكون تكثيف اكبر لهذه الجولات المكوكيه، وهيكون في لقاءات اكتر ومشاركات مصريه اكتر في المنتديات والمؤتمرات العالميه زي قمه العشرين ومؤتمر التغير المناخي، وبالاضافه الى بعض القمم الاخرى. لا يعني اكيد ممكن يكون في فترة لاحقة يكون فيش مشاركة لمؤتمر ديفوس الاقتصادي. كمان يعني هذه خلينا نقول توطيد العلاقات أو الجولات اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل جعلت مصر تعود مرة أخرى إلى ريادتها في أفريقيا؟ طبعا إلى حد كبير. والله هي مصر تحديدا بعد 2014-2015 ابتدت يبقى فيها عودة مرة أخرى إلى ريادتها، مش بس الإفريقية، ريادتها الدولية، وهو ده اللي زكى حصولها على الريادة الإفريقية أو أنها تتبوأ منصب رئيسة الاتحاد الإفريقي. وطبعا فكرة تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية السنة دي كانت هي تتويج لأنها بقت رئيسة الاتحاد الإفريقي، واستكمالا للمسيرة بأن يكون في جسور تواصل مستمرة جدا ومفتوحة بين مصر ودول القارة الإفريقية. مصر استردت ريادتها طبعا لأن كان في طبعا علامات استفهام كبيرة جدا بعد 30 يونيو 2013، وطبعا الأبواق الإعلامية سواء في قطر في تركيا ابتدت تروج لفكرة أن جماعة الإخوان هي الجماعة الشرعية أو هي اللي ليها السلطة الشرعية في مصر. فطبعا بناء على إرادة الشعب وبناء على التغيرات السياسية في العالم قدرت السياسة المصرية الخارجية أنها تستعيد قوتها مرة أخرى، وده اللي يفسر قد إيه كانت التحركات نشطة جدا ومكثفة على كل الأصعدة وفي كل الاتجاهات. وأنا أعتقد أن هي ابتدت فعلا تسير بالسفينة المصرية نحو شاطئ الأمان. لكن هو أنا دايما مقتنع بأن عملية الدبلوماسية المصرية مرهونة برضو بفكرة تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقيات، وده لازم بده يكون ترجمة على أرض الواقع هنا في مصر. طبعا إذا كان في تحفيز لفكرة الاستثمارات الأجنبية وأن يبقى في طبعا جلب ليه استثمارات الخارج سواء كانت استثمارات أوروبية استثمارات أسيوية أفريقية لمصر، طبعا هو ده الهدف الرئيسي من أي تحرك أو نشاط دبلوماسي خارجي. المهم بقى أن يوازي ده يبقى في تحرك على أرض الواقع داخل مصر، أن يكون في بنية تشريعية تشجع على الاستثمار، وده دور بقى البرلمان ودور اللجان المتخصصة أو المسؤولة أو المنوط بها أنها تنفذ هذه الاتفاقيات. لابد أن يكون في تنسيق واسع جدا على أعلى مستوى بين الدبلوماسية المصرية أو الخارجية المصرية وبين وزارات حيوية زي وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة، علشان يكون في تعجيل وسرعة في تنشيط عملية الإصلاح الاقتصادي. أنا أعتقد أن هو ده بقى الرهان الأكبر، علشان ما يبقاش مجرد الجولات المكوكية دي مجرد جولات شكلية الهدف منها الترويج لسمعة مصر لا أكثر ولا أقل. لابد أن يكون في المواطن المصري في 2020 عنده نوع من أنواع الإحساس بأن مثل هذه الجولات المكوكية أو هذا التحرك في الخارج بيؤتي ثماره جوه، وهو الأول واحد بيقطف هذه الثمار. طيب خلينا أستاذ شريف يعني نستقبل سويا سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. أهلا بك يا فندم. مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيبين دايما كده بصحة يا رب. وحضرتك طيب وبصحة والسلامة. يعني الحقيقة كثير من الجولات اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2019، يعني إلى أي مدى شايف أنه هذه الجولات حققت المرجو منها؟ والله الجولات الحقيقة حققت جزئين مهمين جدا، حققت صورة مصر حقيقية وقدراتها وإمكانياتها السياسية والقدرات التنظيمية والقدرات على أنها تثبت وجودها في القارة الأفريقية وأنها ركيزة هامة جدا في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وأيضا من ناحية أخرى أوضحت تماما كيف أن مصر
فعلا يعني تحمل هم القارة الأفريقية في عينيها، وأنها تريد النهوض بها في من لكي يمكنها الاعتماد على نفسها بشكل واضح يعني. فهذا ذاتان نقطتان حقيقة هما مميزتان ل 2019. من ناحية فبالنسبة لمصر يعني حضر المنتديات التي عقدت، منتدى روسيا أفريقيا ومنتدى ألمانيا أفريقيا ومنتدى اليابان أفريقيا اتكاد، هذه توضح كيف أن مصر استطاعت أن تأخذ معها القضية الأفريقية وتقدم لها وتوضح كيف أن أفريقيا ليست فقط تحتاج إلى الاستثمار، ولكن أيضا توضح أنها لن تقبل بأن يأخذ غيرها كل هذه الخيرات الموجودة في أفريقيا، وإنما أنها تبحث أيضا عن نقل تكنولوجيا، وأنها تدخل عهدا جديدا يقوي أفريقيا اقتصاديا وفنيا وتكنولوجيا. هذه نقطتان مهمتان حقيقة في 2019. كيف تسهم هذه الخطوات في حل القضايا المتعلقة بمصر ودول القارة الإفريقية من وجهة نظرك سعادة السفير؟ طبعا عندما تتحدث مصر عن رئيس السيسي وزبطوك رئيس الاتحاد الأفريقي يتحدث عن قدرات أفريقيا، وأن هذا يتصل بموضوع طرف من العالم في ألمانيا وفي روسيا وفي اليابان وفي كل مكان تحدث باسم أفريقيا يطلب بمساعدة العالم لوقف الإرهاب، لأن الإرهاب هو الذي يعطل أشياء كثيرة جدا في أفريقيا ويساعد على انتشار والفقر والجهل والمرض في أفريقيا. فهو الآن يطلب من كل هذه الدول المتقدمة والصفة لدول العالم المتقدم، حضر أيضا الجي 7 وحضر أيضا قمة 20، كل هذه الأمور تتصل بأنه لا بد للدول المتقدمة أن تقدم ما لديها من فن وتكنولوجيا للنهوض من المجتمعات الأفريقية، كي لا يحتاج شباب أفريقيا إلى مغادرة بلاده هروبا من المشاكل المحيطة به في بلاده. وأن هذا أمر مهم جدا للدول المتقدمة أوروبا وأمريكا وغيرها لكي تتفادى المشاكل الناجمة عن بؤس المجتمعات الأفريقية. أشكرك جدا سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية على يعني هذا التوضيح، شكرا جزيلا. مرة تانية نرجع لحضرتك أستاذ شريف، وكنا بنتكلم عن الريادة الإفريقية وعودة مصر مرة أخرى إلى الريادة الإفريقية. هناك أيضا العديد من القضايا التي يعني تتصل بمصر ودول القارة الإفريقية، يعني منها قضايا شهيرة أو نتحدث عنها على مدار الساعة، ومنها القضايا التي سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى يعني فتحها من جديد وتوطيد العلاقات من جديد سواء اقتصاديا أو سياسيا أو ما إلى غيره. يعني هو أولا وأخيرا القارة الإفريقية قارة منهوبة وقارة محكومة بأنظمة ديكتاتورية الحقيقة عاشت وتغذت على الفساد لسنوات وعقود طويلة جدا، وأن الأوان أنها يعني يحصل نوع من أنواع الانتفاضة أو ثورة الإصلاح في إفريقيا. أي ثورة إصلاح في إفريقيا لم تتحقق إلا بقيادة مصرية، لأن مصر دايما عندها البدء وعندها المبادرة بتغيير شكل الحياة السياسية والاقتصادية في أي مكان، ده بحكم ريادتها بحكم موقعها الجغرافي والتاريخي. لكن في الأول وفي الآخر المسألة مرتبطة أولا وأخيرا بمدى استجابة هذه الدول لبقى النصائح المصرية للأفكار المصرية لفكرة أن يكون في بروتوكولات تعاون بين مصر ودول القارة. دول إفريقيا راقدة على كنوز من الموارد البشرية والموارد المادية، يعني الموارد البشرية والمادية، وتحديدا عندها كنوز فيما يتعلق بمناجم الفوسفات والنحاس والمعادن الثمينة جدا اللي ممكن استغلالها، غير أنها تربة خصبة أيضا للإرهاب، لأن طبعا زي ما حضرتك عارفة كل ما كان فيه فراغ سياسي وأمني كل ما كانت مساحة
انتشار الإرهاب أكبر. ومصر مدركة لده جدا، وممكن تبقى حدودها مهددة من خلال مع بعض البلدان والدول الأفريقية. طبعا ممكن يكون مدخل لحل مشكلة سد النهضة ما بين مصر وأثيوبيا والسودان، وأن يكون يكون هناك بأي شكل مشكلة ما فيش مساس بحقوق مصر المائية وحصصها من ماء النيل. أعتقد أن كل هذه الملفات هتفضل معلقة لحين يكون في اتفاق دايما بين مصر ودول القارة الإفريقية في عدة مستويات. أول حاجة أن يكون في علاقات سياسية ممتدة وتعتمد على الشفافية والنزاهة والرؤى المشتركة. الصعيد الاقتصادي مهم جدا، لأنه هو دوت اللي هيدي أرضية صلبة للتعاون السياسي، أن يكون في تبادل تجاري بين هذه الدول. لابد أن يكون في تفعيل لحركة الاستيراد والتصدير. لابد أن يكون يعرف إيه عملية التكامل الاقتصادي بين مصر وإفريقيا، إيه اللي ينقص في مصر في أفريقيا وإيه اللي ينقص إفريقيا علشان مصر تكمله. يكون طبعا التعاون الثقافي مهم جدا، لأن طبعا في ثقافات مختلفة متنوعة في أفريقيا. لو حصل تبادل ثقافي، لو حصل تبادل بعثات فيما يتعلق بالتعليم، بالأنشطة الثقافية، بالمهرجانات الفنية، أعتقد أنه ده هيبقى رسالة مهمة جدا للعالم أن مصر وإفريقيا في بوتقة واحدة ودايما بيعملوا للصالح العام سويا. الرسائل ديت مش لازم إحنا نتوقف عند حدود أن يبقى مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي وأن إحنا نظمنا بطولة كأس أمم أفريقية وبعض المهرجانات أو بعض المنتديات أو المؤتمرات الدوريه اللي بتتم على مدار السنه. لا، لابد ان يكون في سرعه تفعيل وتطبيق لكل هذه الاتفاقيات، ولابد ان يكون هناك دايما تعاون مفتوح وتبادل وجهات النظر دايما فيما يتعلق بالاطماع الخارجيه، لان افريقيا في مرمى هذه الاطماع، واطماع من دول عندها ادوات تقدر تستغلها لاختراق القاره السمراء. لو في غفله، الغفلة طبعا مش موجودة في السياسة المصرية، مش واردة، لأن هي على انتباه ويقظة بكل هذه التحديات. الغفلة ممكن تكون من بعض الدول الإفريقية اللي لسه بتقبل التبعية أو بتقبل أنها تبقى في مرمى الاستعمار طول الوقت، والاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي أكثر خطورة من الاستعمار العسكري. صحيح. أعتقد دوت إحنا هننتبه له، و2020 هتحمل الكثير من المفاجآت فيما يتعلق بالملف الإفريقي تحديدا. الحقيقة أنه يعني على مدار السنوات دائما نجد أنه الحكومات هي ما توجه شعوبها، حتى على المستوى الاجتماعي دائما ما تجد أنه الشعب المصري مثلا تابع للحكومة، أو الشعب الإثيوبي أو السوداني تابع للحكومة في نظرته حتى للمجتمع في البلاد الأخرى. فهل اختلفت أو تضاربت نظرة الأفارقة للمصريين في السنوات الماضية مع تقلب الأحداث، ولا ما زالت أو بقيت مستقرة هذه النظرة؟ الحقيقة نظرة أفريقيا لمصر كانت نظرة محايدة في آخر حوالي 10 أو 15 سنة، من يعني في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت نظرات فيها نوع من أنواع التربص أو نوع من أنواع التشكيك في أن مصر بقت منصرفة عن أفريقيا وليها حساباتها الخاصة، وبقى عندها مشاكل داخلية بقت يعني، وبالتالي ما عندهاش أي نوع من أنواع الرغبة في التعاون مع القارة السمراء، عكس ما كان في الماضي في عصر الرئيس الراحل عبد الناصر، لما كانت فكرة أن يكون هناك التحرر من الاستعمار، وأن مصر قادت فعلا حركة التحرر الإفريقي من الاستعمار الأوروبي، من الاستعمار الفرنسي تحديدا، وبعض البؤر وبعض الدول من الاستعمار البريطاني. فكان دايما في نظره مختلفه، نظره كده، نظره كلها احترام وتوقير للسياسه المصريه. طبعا ده كان ظرف تاريخي له مواصفاته وله يعني طبيعته. اختلفت المواضيع واختلفت الرؤيه تحديدا بعد 30 يونيو 2013 لما ابتدى وجه مصر السياسي يختلف، يعني يتغير. أصبح هناك اتجاه أكتر للقارة السمراء، لأن كان في نوع من أنواع الإهمال، ودايما كانت الشعوب الأفريقية بتنظر إلى مصر أن مصر، شعب مصر دايما قدوة في التاريخ، وقدوة في النضال ضد الاستعمار، وقدوة في توظيف أدواته، أو أن هو يكون شعب دايما عنده رغبة في التغيير، أو عنده رغبة في عدم الاستسلام للديكتاتورية أو النظام
اي نظام سياسي. وطبعا ثوره 25 يناير 2011 كانت درس مهم جدا للقاره الافريقيه بان الشعب المصري ممكن يثور حتى بعد عشرات السنين. ويمكن هو دوت اللي فتح الطريق امام بعض الشعوب الافريقيه انها تفكر في تغيير انظمتها، يكون في تداول سلمي للسلطه، يكون في نغمه الانتخابات السياسيه المتكرره في افريقيا عشان الوجوه تتغير، حتى لو جت بنفس الوجوه، لان برضه هي الثقافه الافريقيه ثقافه ديكتاتوريه بامتياز. يعني نادرا، يعني الوحيد اللي ضرب مثل في فكره التداول السلمي للسلطه كان سوار الذهب في السودان من حوالي اكثر من 25-30 سنه. في بعض النماذج الافريقيه كانت مبشره جدا في بعض الدول زي ليبيريا وزي بتسوانا، يعني في بعض الدول الافريقيه دلوقتي فيهم رؤساء وخصوصا سيدات، يعني على فكره عندهم نهضه وعندهم ايمان بالديمقراطيه، ودي من الدروس اللي استفادوا منها في من الثوره المصريه او من التجربه المصريه السياسيه. فانا اعتقد ان النظره دلوقتي اختلفت، لكن برضو ما ننفعش ان احنا نتوقف عند حدود ان النظره اختلفت لمجرد ان مصر بقت رئيسه الاتحاد الافريقي. لازم النظره دي تكتمل، وانا ارجح ان هيبقى في جولات مكوكيه اكتر ومكثفه في محيط الدول الافريقيه، ولازم يكون في التقاء ما بين الشعوب، شعب المصري وشباب مصر مع شباب افريقيا تحديدا. وهو دوت ممكن يكون فلسفه منتدى شباب العالم، ان هو يكون في استقطاب لشباب افريقيا، نعرف كويس قوي شباب افريقيا بيفكر ازاي، وصلوا لاي درجه من التعليم، اي درجه من التطور الفكري والتطور الثقافي، ووصلت التجارب السياسيه في افريقيا لاي مدى، علشان يبقى في نوع من انواع الانسجام بين النظرتين، النظره المصريه والنظره الافريقيه. واعتقد ان الرئيس السيسي ومجموعه الدبلوماسيين المصريين مدركين لده، لكن هو محتاج لشويه وقت ومحتاج لجهد مضاعف ومحتاج ان يكون في رغبه واراده قويه في التنفيذ. طيب مش هينفع نقفل ملف القاره الافريقيه وخطوات وجولات القياده السياسيه المصريه في افريقيا من غير ما نتكلم عن قضيه سد النهضه او ملف سد النهضه. وصل لحد فين؟ ما نقدرش نقول ان هو وصل لنتيجه مرضيه سواء لمصر او اثيوبيا او السودان، لان في طرف رابع دخل في القضيه، وطرف احنا ما نقدرش نراهن على مصداقيته، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها حسابات خاصة جدا عند كل دولة من الدول، سواء في علاقتها بمصر، سواء في علاقتها بإثيوبيا، وإن إثيوبيا ممكن يكون رافض من الروافد الإفريقية المهمة جدا، وسواء في علاقته من السودان، خصوصا إن السودان بيمر بمرحلة مخاض سياسي بعد سقوط نظام عمر البشير. طبعا لحد هذه اللحظة في اتفاق على عدم المساس بحقوق مصر المائية، لكن الحقيقه سد النهضه وصل لمرحله من اكتمال المشروع واصبح امر واقع. واعتقد ان المساله دلوقتي تدخل امريكا على الخط هدفه ان يكون في وصول الى نتائج مرضيه. النتائج المرضيه دي المفروض انها تحصل خلال شهر يناير اللي احنا فيه، يناير 2020. لابد ان يكون في جلسه نهائيه. الجلسه النهائيه دي الهدف منها ان يكون في استقرار على عدم المساس باي حقوق مائيه لكل الاطراف، ان يكون في حدود معينه لعدم استيلاء او عدم التفريط في اي حصه من حصص ماء النيل. طبعا في حلول يعني بديله جدا بيفكروا فيها دلوقتي، حاجات كده ابتدت تطلع من درج المكاتب والابحاث العلميه عندنا، ان في ناس ابتدت تفكر في مشروع تحليه ماء البحر علشان يبقى كبديل لو حصل اي نوع من انواع التفريط او حصل اي نوع من انواع الخطا، ان هو يبقى في مساس بالحقوق المائيه، فيبقى دايما البديل اللي نقدر احنا نعيش عليه. لكن هذا المشروع رغم ان هو طموح جدا وانا اشجعه جدا، لكن هو مكلف ويحتاج الى رعايه الدوله قبل رعايه وزارة البحث العلمي. واعتقد انه رغم اننا من المتحمسين له، لكن لابد ان لا يمكن ان احنا نفكر فيه كبديل. لازم يبقى في تاكيد على الثوابت المصريه بان ماء النيل هو ملك لكل دول حوض النيل، وان لازم يكون في الزام لكل من اثيوبيا والسودان بعدم التفريط او عدم المساس بحصص مصر من ماء النيل.
أعتقد أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت وخصوصا مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومحاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هو يجدد دماؤه أو يجدد فرص أن هو يحصل على ولاية تانية بعد كل ما ينشر عن عزله ومحاكمته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أعتقد أن أمريكا هتحاول توصل لحل مرضي لكل الأطراف عشان تحصل على نصر خارجي يعزز من فرص نجاحه. ده طبعا اللي احنا نتوقعه، أنا متوقعه بحكم خبرتي المتواضعة في هذا المجال. لكن لو حضرتك عايزة يعني تعرفي الإجابة، أو أي حد من المواطنين، أي حد من الشعب المصري عايز يعرف الإجابة عن مصير ملف صد النهضة، لا هو لسه طريق مجهول، لسه ما نعرفش نقدر نوصل لفين، لأنه هو المفاوضات مفتوحة على مصراعيها والخيارات لسه ما تمش الاستقرار عليها، بالإضافة أن في عملية شد وجذب مع أثيوبيا تحديدا علشان ما يبقاش في أي نوع من أنواع التنازلات. فأنا أعتقد أن الموضوع لسه محتاج لجولات مكوكية، أو محتاج على فكرة المفاوضات من يعني أنا براهن على براعة المفاوض المصري فيها ان شاء الله. طيب قبل ما نخرج من المنطقه دي بقى بالذات، واحنا بنتكلم على الولايات المتحده الامريكيه، هل تختلف علاقه مصر بالولايات المتحده الامريكيه على حسب مين الرئيس في الولايات المتحده؟ مش في كل الاحوال طبعا، يعني اذا كان الرئيس من الاداره الديمقراطيه بيبقى في قدر من المرونه نسبيا، لان الاداره الديمقراطيه اداره هادئه نوعا ما، لكن الثوابت الامريكيه واحده رغم تغير وجه الرئيس الأمريكي. الرئيس اللي بينتمي للإدارة أو لمعسكر الجمهوريين بيبقى يميل أكتر للعنصرية، يميل أكتر إلى فكرة العنف أو فكرة فرض السيطرة والإرادة والأجندة الأمريكية على العالم. أكبر مثال على كده طبعا جورج بوش الابن وتورطه في حرب ضد الإرهاب. أي رئيس ديمقراطي في حالة إن هو بيتولى السلطة دايما بيلجأ إلى صيغة التفاهم أو يبقى في لغة المفاوضات، خصوصا في الملفات الإيه؟ الملفات الشائكة أو الملفات الإيه؟ التاريخية أو الملفات الأزلية زي ما بيقولوا كده، زي ملف القضية الفلسطينية، دلوقتي الأزمة السورية، الأزمة الليبية. فالعلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية بحتة بغض النظر عن طبيعة الرئيس الأمريكي، لكن هي بتختلف في الإيه؟ في تكنيك العلاقة نفسه، إزاي تتحرك؟ تتحرك للأمان، بتتحرك ببطء ولا بتتحرك بسرعة؟ في حالة استمرار رئيس زي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنا أتوقع أن هيبقى فيه مغامرات كتيرة جدا، لأنه هو دايما بيدير البيت الأبيض بعقلية التاجر أو بعقلية رجل الأعمال، ورجل الأعمال دايما عنده ورق الإيه؟ حسابات، الورق والقلم. عشان كده العلاقة بين مصر والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة علاقة منفعة صريحة، ايه اللي ممكن احصل عليه من الولايات المتحده سياسيا واقتصاديا ازاي، لان حضرتك عارفه والناس كلها عارفه ان كل المؤسسات التمويل الدولي تحت سيطره الولايات المتحده الامريكيه، في مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودي بقى زي ما بيقولوا كده دي صنبور الايه المساعدات اللي بيتوجه لكل الدول بما فيها مصر. احنا مش هنضحك على نفسنا، لكن مصر دايما عايزه تنظر الى هذه المساعدات او لهذا التعاون أو التعامل مع هذه المؤسسات الدولية بأنها ليست تابع، هي ند لها استقلالها في القرار السياسي والقرار الاقتصادي، ولها خطة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بها. وعشان كده هي دايما ده اللي يفسر ليه الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية نشطة جدا، أنها بتحاول تدي بدائل أخرى، تعمل تحالفات أخرى مع دول أخرى في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، رغم حالة التصدع اللي هو بيعاني منها مؤخرا مع الدب الروسي، لأن روسيا ظهرت في المسرح العالمي والدولي في السنوات الأخيرة من خلال شخصية صعبة المراس زي الرئيس فلاديمير بوتين، متحاول أنها تتجه للنمور الأسيوية وتعمل علاقات وشراكات اقتصادية وشراكات شاملة معها. طبعا النقطة الأهم الشراكات مع إفريقيا، لأن كل التحالفات المتوازية دي بتدي رسالة للولايات المتحدة مش أنت الحليف الأوحد وأقدر أعتمد على الآخر. ده ممكن يغازل شوية طموحات حد عنده جموح وعنده مغامرات زي الرئيس دونالد ترامب، وفي حالة ان هو حصل على الولاية التانية انا متوقع ان هيبقى فيه ماراثون من المفاوضات والعلاقات والجلسات المغلقة بين مصر وامريكا.
طيب خلينا ننتقل للقارة الأوروبية وأوروبا والجولات بين مصر ودول أوروبا كانت أيضا عديدة. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز الجولات كانت 6 دول، بنتكلم عن ألمانيا، فرنسا، روسيا، بيلاروسيا ورومانيا، دي يعني كانت أهمهم. الجولات في أوروبا، لو هنتكلم مثلا عن دولة زي فرنسا، إيه أهمية توطيد العلاقات في هذه الأوقات؟ فرنسا وألمانيا وبعض الدول بتحاول تحافظ على النسيج الوحدة الأوروبية، خصوصا بعد ملف البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهذا الخروج البريطاني اللي أصبح وشيك جدا بعد فوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يعني استفز برضو أو شجع بعض الدول الأخرى في أنها تفكر في بريكست آخر من نوعية إيطاليا وبعض الدول الأخرى اللي شافت أن هي محتاجة أنها تخرج عن الاتحاد الأوروبي. إذا حصل انشقاق من بعض الدول من الاتحاد الأوروبي، ده معناه أنه هو هيتصدع اقتصاديا من الداخل، وهيبقى فيه نوع من أنواع الخلل في إدارة هذا الاتحاد. المتمسكين جدا بمثل هذا الاتحاد أو وحدة أو السوق الأوروبية المشتركة دولة زي فرنسا وألمانيا، وألمانيا دولة قوية جدا اقتصاديا. فمصر اتجهت بوصلتها للدول اللي ممكن تعمل منها معاها شراكات أو تبني معها نوع من أنواع التحالفات الاقتصادية اللي ممكن تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل أو بآخر. بتحاول أن هي تستغل الاتحاد الأوروبي أو أن هي تعمل علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية مع كتلة لها وزنها وثقلها زي الاتحاد الأوروبي. اتجهت لبعض الدول المهمشة أوروبيا تحديدا، ممكن زي المجر ورومانيا، وطبعا اتجهت للدول مش لها التأثير الكبير في الاتحاد الأوروبي بس لها تأثير في العالم أو في الوضع الجغرافي في العالم، زي قلت لحضرتك قبرص واليونان. ليه؟ لأن مصر ليها نصيب وليها كنوز مدفونة في المتوسط، ليها حصص من الغاز الطبيعي ولم يكن يلتفت إليها في السنوات السابقة، وآن الأوان أن يحصل عملية تنقيب عن مثل هذه الكنوز. طبعا هو ده اللي يخلي أن مصر تتجه إلى أوروبا بقوة، يبقى فيه أرضية مشتركة، يبقى فيه فعلا تحقيق اكتفاء ذاتي من سلعة أصبحت عالمية ومؤثرة في الاقتصادات الدولية زي الغاز الطبيعي، ومنها طبعا ده ينعكس على النفط وينعكس على أي نوع من أنواع الطاقة. فأنا أعتقد أن برضو من ضمن الجولات اللي نتوقعها في 2020 أن هيكون في جلسات خاصة جدا مع الدول المؤثرة في صناعة القرار الأوروبي، وتحديدا فرنسا و ألمانيا. فيما يتعلق بفرنسا، فرنسا بتواجه سلسلة احتجاجات في الفترة الأخيرة، احتجاجات بقى من الشعب، من الشارع الفرنسي، نتيجة إيه؟ الوقود ونتيجة نظام التقاعد عن العمل. وعلى فكرة دي ملفات قريبة جدا من المشهد المصري، فممكن يكون فيها نوع من أنواع الاستفادة، إن لما تكون أنت على قرب ببعض المشاهد الأوروبية ويكون في بعض الحاجات اللي برضو متشابهة مع التجربة المصرية أو مع مطالب الشارع المصري، بتبدأ أنت تستفيد إزاي الغرب يتعاطى مع مثل هذه الملفات. يا ترى يتعاطى تهدئة ولا في حلول وسط ولا في نوع من أنواع التفاعل أو التواصل مع الشارع. فأنت لما بتعمل ده بتستفيد منهم فيما يتعلق بأمورك وشؤونك الداخلية، وفي نفس الوقت بتسجل شهادتك أمام التاريخ وأمام العالم بإزاي يتم التعامل مع ده. يعني هي لها فايدتين مزدوجه، فايده مزدوجه، الفايده الاولى فايده خارجيه، انك بتوطد علاقتك اكتر بهذه الدول وبتسجل ان انت مش منفصل او منعزل عن العالم. والفايده الاخرى الداخليه ان انت بتحاول تستفيد من هذه الدروس علشان ما تقعش في نفس الخطا او تتفادى اي فخ او تتفادى اي مشكله او اي ازمه. فانا اعتقد علشان خاطر فرنسا تحديدا، وبعد زياره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أكثر من مناسبة، وحديثه المتكرر عن حقوق الإنسان وأن هناك انتهاكات حقوق الإنسان أو التقارير المشوهة عن وضع حقوق الإنسان في مصر، والرد المصري على أن إذا كنت أنت بتتكلم عن حقوق الإنسان فانظر ماذا يحدث في بلدك، في معقل الحرية، بلد الحرية في باريس. يعني المسألة دايما يبقى فيها نوع من أنواع الذكاء الدبلوماسي، سواء على مستوى الرد أو على مستوى بناء العلاقات مع الدول. هو ده المهم. فعشان كده أوروبا من الملفات المهمة جدا
اللي هيتم التطرق ليها بشكل أوسع نطاقا في 2020. وأنا شايف إن إحنا لا يمكن إن إحنا نفرط بأي حال من الأحوال في الحليف الأوروبي، لأنه حليف ممكن بيه نواجه الضغوط الأمريكية، لأن أمريكا هتمارس ضغوطها على مصر وغير مصر، سواء من دول القارة الأفريقية أو من دول المنطقة، دول الشرق الأوسط، خصوصا مع إعلان الرئيس الأمريكي في 2020. طيب لو اتكلمنا عن روسيا، القمة الروسية وأكثر من مناسبة أيضا التقت فيها مصر وروسيا، هل توطيد هذه العلاقات وبناء العلاقات بين مصر وروسيا هي سياسية فقط ولا تمتد إلى جزر أخرى؟ هي سياسية وتاريخية، وفي يعني في جوهر الموضوع اقتصادية. روسيا ابتعدت تماما عن الفكر الاشتراكي المعروف منذ سقوطها في التسعينات. ابتدت تمارس الحرب الباردة مع الولايات المتحدة من منطلق القوة، أو من منطلق حاجتين، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية. القوة العسكرية أنها تحاول أنها تبني صفقات عسكرية وصفقات سلاح مع بعض الدول الأخرى، سواء في يتعلق بأوروبا أو يتعلق بالدول اللي بتناطح الولايات المتحدة، في مقدمتها تركيا، عشان ده بقى اللي يفسر أو يبرهن على إيه، على الصفقات صواريخ S-400 اللي تم توقيعها مع بين تركيا وبين روسيا، إنها روسيا بتحاول تغازل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قادرة على أنها تخترق و يعني تخترق الأجواء العسكرية أو الأجواء السياسية في العالم. وطبعا ده لما استفز الولايات المتحدة اضطرت أنها تنسحب من سلسلة من المعاهدات، منها معاهدة ستارت اللي هي خاصة بالتسلح النووي. لما مصر تحاول أنها تستقطب دب في حجم الدب الروسي، ده الهدف منه برضو الرسالة إلى الولايات المتحدة أن إحنا على مسافة متساوية من كل الأطراف. وفي خبرات روسية فيما يتعلق بالتسلح وصفقات السلاح والفضاء الخارجي، بالإضافة إلى أن شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية تستحق أنها تدرس، لأنه متعدد المواهب ومتعدد الأوجه، وعنده قدرة بحكم أنهم ينتمي إلى المخابرات الحربية في أكثر من فترات، عنده قدرة على المناورة، وعنده قدرة على أن هو يغير من تكتيكاته علشان يصل إلى أهدافه. لما يحصل تجاوب أو انسجام بين السياسة المصرية والسياسة الروسية، ممكن ده يؤدي إلى نتائج، ممكن يؤدي إلى اتفاقيات، ممكن يؤدي إلى تصعيد التبادل التجاري بين الدولتين، ممكن يؤدي إلى تبادل ثقافي، ممكن يؤدي إلى تعزيز التعاون السياسي بين مصر وروسيا. بالإضافة أن روسيا لها موقف واضح جدا من بعض الملفات الإقليمية، لها موقف في المشهد الروسي، المشهد السوري، لها موقف محدد فيما يتعلق بالعراق ويتعلق بالحدود مع تركيا، لها موقف ولها تدخلات إقليمية كتير. لما مصر تحاول أنها تبني علاقة صحية وسوية بينها وبين روسيا، بس السياسة فن إيه؟ المنفعة المتبادلة، فن المصلحة. فأعتقد أن مصر منتبهة إلى حاجة مهمة جدا، تبني علاقات مع روسيا بشرط أنها برضو علاقات ندية ليس فيها أي نوع من أنواع التبعية أو الاستسلام أو الرضوخ. لابد أن يكون في حالة من حالات الاتفاق على الثوابت. أي حاجة تتعلق بتعزيز العلاقة بين مصر والدول الأخرى دي في المقام الأول، أي حاجة تتعلق بخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأي طرف يفيد ويقدر يدفع بهذه الخطة إلى الأمام مرحبا به. لكن فيما يتعلق بأن العلاقة بين مصر وروسيا تتأثر، هتتأثر في حالة واحدة فقط، وهو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن يكون هناك إملاءات وشروط سواء على مصر أو على روسيا، وروسيا مش هتقبل بأي إملاءات أمريكية. وعشان كده مصر بتراهن على أن يبقى في دايما علاقة ممتدة وتاريخية بين موسكو والقاهرة للرد على كل المؤثرات أو الضغوط. وأعتقد أن ده هيتم برضو في 2020 من خلال لقاءات أو قمم قد تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من النتائج الملموسة على أرض الواقع. بما أنك في السياق كده
اتكلمت عن تركيا ويعني الحقيقة انه كتير حتى المواطن المصري البسيط جدا يتساءل مرارا وتكرارا، ليه تركيا تصرف كل هذه المليارات بس علشان تحارب مصر فنيا وإعلاميا وعلى كل الأصعدة؟ في حاجة أنا لفتت نظري والحقيقة مش عارف هي في آخرين توقفوا عندها ولا لا. في الفترة الحكم العثماني لمصر 1517 لحد سنة 1800 أو 1798 مع قدوم الحملة الفرنسية فيها حوالي أكتر من قرنين. القرنين دول في قلب التاريخ احنا ما نعرفش عنهم حاجة، مفيش أي تسليط ضوء عليه. ده معناه أن مصر كانت في معزل عن العالم بإرادة عثمانية بإرادة تركية. لما حضرتك تشوفي أن مصر في السنوات الأخيرة تلفت الأنظار ويبقى لها سعر ولها باع سياسيا واقتصاديا، ده لابد أنه هو يثير برضو الأحقاد التركية. ودولة تركيا دلوقتي في الوضع الراهن لابد أن نعترف مش هي تركيا زمان، مش هي رجل أوروبا المريض زي ما كانوا بيتقال عليه في القرن الخامس عشر والسادس عشر. لا، تركيا الآن يقودها حد عنده جشع وشراهة نحو السلطة بدليل ما يمارسه من أساليب قمعية داخل داخل تركيا، من اعتقالات لرموز القضاء والإعلام والمعارضة السياسية، من خنق الحريات، وفي نفس الوقت هو بيراهن على انه بيحقق طفره اقتصاديه او استقرار اقتصادي في الايه في الدوله التركيه، وبالتالي هو ده اللي يهم الشعب التركي. ابتدت شراهته تتجه الى الجبهات الخارجيه. ايه اكتر جبهه خارجيه ممكن تستفز رجب طيب اردوغان؟ هي الجبهه المصريه، خصوصا مع نشاط الدبلوماسيه المصريه ونشاط القوه الناعمه ان هيبقى في فعلا اتفاقيات مع دول اخرى، شراكات مختلفه. ابتدى يستفز تركيا ان هي مصر ابتدت تنظر وتنتبه الى ثرواتها في المتوسط، وهو ده اللي ادى ان هو يحاول يصعد الامور العسكريه والسياسيه من خلال الجبهه الليبيه، ومن خلال ان هو يكون في بعض استهداف لحقوق مصر او حقوق دول زي قبرص واليونان في المتوسط. فتركيا دايما وضع مصر نصب عينيها لانها دايما بتفكرها انها خرجت من بيت الطاعة التركي في ودخلت الاحتلال الفرنسي والبريطاني ثم استقلت. انا اعتقد ان المساله هتتوقف في الشهور المقبله على ايه اللي ممكن يقدمه اردوغان من من جديد فيما يتعلق بهذه الملفات. الجبهه التركيه الحقيقه جبهه مرهقه جدا، لان هي فاتحه النار في عده جهات وفي وقت واحد داخليا وخارجيا، في حين ان مصر مركزة كل طاقتها وحشدة كل أدواتها لخدمة السياسة الخارجية، وإن يكون في استفادة من كل العلاقات الدولية ليه؟ وإن يكون في تحرك في الداخل أو يكون خطوات إصلاح اقتصادي. كل الخطوات دي لا تأتي على الهوى التركي، لأنها بترسخ لفكرة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي نظام قوي وصلب، وهي عايزة دايما تثبت عكس ده، لأنها دايما بتحافظ على علاقتها بالإخوان وبقطر، وهو ده على فكرة. ولأن تيار الإسلام السياسي في حالة إن هو يكون اختفاء تماما لجماعة الإخوان، تيار الإسلام السياسي في خطر. التيار الوحيد اللي محافظ على قوته في العالم لحد هذه اللحظة رغم كل الظروف والضغوط هو التيار التركي، حزب العدالة والتنمية. وهذا ما يتوقف عليه طبعا أي انتخابات في 2020، لكن احنا لا نغير الانتظار، لان في انتخابات رئاسيه في 2023، يعني لسه فاضل حوالي 3 سنوات، وفي واحد في المعارضه اللي هو رئيس بلديه اسطنبول اكرم اوغلو بيستعد لمواجهه نتنياهو او منافسته، وده صداع في راس اردوغان. فهو يعوض هذا الصداع ازاي؟ انه يحقق انتصارات خارجيه، انه يحاول يواجه او يناطح السياسه المصريه، انه يحاول يلوي سمعه مصر في العالم، والرد عليه لابد ان يكون عملي. انا شايف ان الرد المصري انه يتم تجاهل تماما كل هذه المنصات الاعلاميه اللي بيسخرها علشان يشوه سمعه مصر. لابد ان يكون في تركيز اكبر وبشكل مكثف على كل الملفات وكل الخطوط اللي مصر فتحتها. فعشان كده انا بفعلا
بشوف ان عام 2019 هو فعلا عام الدبلوماسيه المصريه، لان هي دي اللي بنت الارضيه الصلبه اللي ابتدينا نتحرك عليها. لكن لابد ان احنا نكمل المشوار، ما نكتفيش بالخطوات اللي احنا عملناها في 2019. طيب على الصعيد الاعلامي يا استاذ شريف، يعني يمكن حضرتك كمان اتكلمت في نقطه مهمه جدا اللي هي فكره الارضيه الصلبه في 2019. كمان كان في ارضيه صلبه في 2019 للجانب الاعلامي نفسه بعد خلينا نقول يعني فره كده من الاعلام التركي اللي هاجم مره واحده على مصر في كل شيء ومن اجل اي شيء. بدا يظهر عندنا فكره ان احنا يبقى عندنا نوافذ مضاده، بعدما كنا يعني نعامل الامر بفكره انه التجاهل يعني هو اسلم حل في هذه الامور، حتى لا نعطيهم القدر اللي هو مش قدرهم او كذا، ولكن بدانا اننا نتخذ سياسه اخرى وهي سياسه الاعلام المضاد. شايف انه ده هيتطور بشكل اكبر في 2020 ان شاء الله؟ قد يتطور مع تغير وزاره الاعلام مؤخرا، ويعني يبقى في حد في وعي الوزير أسامة هيكل بأنه هو ممكن، لأنه من الشخصيات المستنيرة وممكن على فكرة، بس لابد يعني ممكن يؤدي إلى طفرة في الإعلام سواء كان الإعلام الحكومي أو الإعلام المصري بشكل عام، بس لابد أن تتوفر له أدوات وصلاحيات عشان خاطر يقدر يواكب النوافذ المضادة اللي حضرتك أشرت ليها. بس في سؤال لازم نجاوب عليه، إيه سر تفوق الإعلام التركي؟ هو اشتغل على جناحين مهمين جدا، الجناح التاريخي وجناح الصورة. التاريخي ان هو ابتدى يستحضر بعض النماذج ويحاول ان هو يسبقها بصبغة خاصة بالايه، بالانتصار والفتوحات، زي مثلا مسلسل أرطغرل مثلا على سبيل المثال، او بعض المسلسلات اللي هي كان فيها نوع من انواع استحضار دروس التاريخ، او انك تحاول تبرز بعض النماذج في التاريخ التركي على اساس انك تثبت ان تركيا ماشية في الاتجاه السليم، او ان أردوغان امتداد لهذه النماذج. ده جناح من الاجنحه. الجناح الثاني جناح الصوره نفسها، والحقيقه لابد ان نعترف ان تركيا برعت فيه، ان هي صدرت لك النهضه اللي عايشتها الحياه التركيه، المباني الفخمه، الروح، الصوره النقيه سواء على مستوى التصوير او على مستوى الموسيقى، ما كل دي عناصر بتبهر، وبالتالي لما تدخل البيت المصري ابتدت على فكره تؤثر بشكل او باخر، اصبح هناك في إقبال على مشاهدتها. ظهر برضو الدراما الهندية فترة من الفترات بكل قيمها، وبكل رغم إن على فكرة دينيا احنا مختلفين عن الهند، وعلى رأي رئيس وزراء الهند اللي هو مودي بيمارس عنصرية شديدة ضد الإسلام والمسلمين، لكن رغم كده الدراما الهندية بترسخ لقيم معينة هي بتأثر في البيت المصري. دي نقطة بقى مهمة جدا أستاذ شريف، يعني دايما يقول لك إنه الفن انعكاس للواقع، ولما تيجي تتكلم انه لابد انه احنا نصدر يعني احسن صوره عن مصر من خلال الفن، يقول لك الفن انعكاس للواقع، فلما اقدم صور البلطجه او لما اقدم صور المجتمع فانا بقدم صور او نماذج من الواقع، في حين ان احنا لما بنيجي نتفرج على الدراما التركيه او الدراما الهنديه يعني بنشوف كثير من الانتهاكات سواء كان في تركيا او في الهند او كثير من الدول، ولكن تلاقيهم فنيا ودراميا بالذات، لانه الدراما هم عارفين ان الدراما بتدخل كل بيت فعلا عن السينما كمان. فاحنا ازاي نقدر يعني نرجع، احنا كنا ماشيين على ده الحقيقه فتره كبيره جدا يعني قبل تطور الصوره وقبل الانفتاح يعني كنا ماشيين على ده، فكره ان احنا يبقى عندنا سينما نظيفه، يبقى عندنا نماذج محترمه تقدم في الفن في الدراما في السينما، حتى كان عندنا معايير ما بنتخطاهاش. ازاي نقدر نرجع لده مره اخرى، وازاي نقدر نواكب ده في حين ان احنا بنواجه دول هي بتمتلك أدوات أو حريصة جدا على استخدام أدواتها وتصديرها بالشكل المناسب؟ هي مع الأسف الشديد متوقفة على العقلية اللي بتدير المؤسسات الثقافية، العقلية اللي بتدير الإعلام، والعقلية اللي تدير الإعلام لابد أن يكون فيها نوع من الذكاء، إنها إزاي تتعامل مع النظام السياسي أو تتعامل مع السلطة. بمعنى إيه؟ يعني حضرتك أثرت نقطة في غاية الأهمية، فكرة إن الدراما بتشكل الوعي وبتؤثر في الوجدان، وده حقيقي فعلا. أصبح الآن دلوقتي في ميل للدراما القديمة عندنا، إن احنا بنستحضر بعض النماذج المشرفة حقيقي. يعني تتفرج مثلا على مسلسل زي الراية البيضاء، تتفرج على مسلسل ضمير أبلة حكمة بيناقش مشكلة التعليم، والكلام ده من حوالي 25-30 سنة. الناس تقول إن رفعت عن سبيرو زمان، وما سبيرو زمان
علشان خاطر الفكرة. أنت برضو عندك نوع من أنواع الفراغ الإعلامي دلوقتي، سببه إيه؟ سببه أن أنت ما عندكش فلسفة التطوير. صحيح. التطوير شكلي، لكن التطوير في المضمون في المحتوى أنت غير ملتفت له، مع أن الموضوع مش مش ده المطلوب. يعني إذا كنا إحنا مطلوب مننا لو نقيس على اللي بيحدث أو التغيرات اللي طرأت على الدراما المصرية، هنكتشف شيء مرعب، إنها أصبحت دراما شكلية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي بقت دراما الكومباوندات، بس جوه الكومباوند ده كوارف. أنت بتطرس، أنت بتطرح حاجة في منتهى الخطورة، أنت بتطرح نماذج اجتماعية مشوهة. صحيح. خيانات زوجية، ألفاظ قبيحة، يا ريتها تيجي على قد كده، الموضوع يعني اختلاط أنساب، بتبقى فيه نظرات واكلاشيهات في الايه، حتى اكلاشيهات على مستوى الكتابه واكلاشيهات على مستوى الايه الاخراج، في حين ان المساله كانت حقيقيه جدا في دراما زمان، دراما الثمانينات ودراما التسعينات، كان في نص مكتوب بعنايه وتحت عين الرقابه، تحت عين الدوله. المسلسلات الدينيه عندك اختفت، المسلسلات التاريخيه، مين كان عنده جرأة زي الفنان العظيم الراحل نور الشريف انه يعمل عمر بن عبد العزيز في عز نظام مبارك طبعا، وينادي على الحق يرفع رايه الحاكم العادل؟ ده ايه؟ ده وعي سياسي ووعي فني في نفس الوقت، في خطين متوازيين. ده والمستفيد الاكبر منه هو الايه؟ المتلقي، المتفرج اللي قاعد في البيت وبيتفرج وفتح الشاشه الصغيره. حالة الزخم اللي كانت موجودة فترة من الفترات كان مصدرها حاجة مهمة جدا، ان في وعي في الاختيار وفي رقابة بعقل، وفي نفس الوقت في عين فنية لا تجرح المشاهد ولا تجرحه في اخلاقياته قبل ما تجرحه في عينه او تجرحه في مشاهداته. اللي عايز اقول لحضرتك ان تركيا لعبت على وتر حساس جدا، انها تغسل العقول وتغسل العين بنقاء الصورة وأحيانا بالمعلومة، المعلومة التاريخية. أنت ترد عليه إزاي؟ لازم يبقى في دراما مضادة زي نافذة إعلامية مضادة. الدراما المضادة دي إن فعلا لازم يكون في ده جزء من الإعلام على فكرة. يعني الدراما عمرها ما تنفصل عن الإعلام. برامج إعلامية ما يبهاش أي تبقى أبعد ما تكون عن التسطيح أو تناول الموضوعات السخيفة أو المواضيع المكررة. لازم يبقى في برامج إعلامية ذات محتوى محترم مرتبط بالشارع، مرتبط بالهموم. بدأوا يستعينوا بالممثلين نفسهم إعلاميا علشان عارفين قدر الممثل على الشاشة يقدر إزاي يوصل المعلومة. أنا شخصيا شايف ده نوع من أنواع الإفلاس. إن أنت مش محتاج نجم، أنت مش محتاج نجم علشان تصدره في الشاشة. أنت عندك مذيعين وعندك إعلاميين ممكن جدا يرفضوا تماما فكره التسييس، ويرفضوا تماما فكره ان هم يبقوا موجهين. ومش شرط ان انت تتكلم في السياسه طول الوقت، انت ممكن تبني المجتمع وتوجه رساله لاعدائك في الخارج بصناعه دراما محترمه، ودراما مش تحت الوصايه، دراما فيها افكار مختلفه على مستوى الصوره وعلى مستوى النص وعلى مستوى الاداء التمثيلي، لان الاداء التمثيلي تاثر كثيرا بتراجع النص الدرامي وبتراجع الرؤية الإخراجية. حقيقة نقطة مهمة جدا، وأنا شخصيا سعيدة جدا أن الدولة المصرية يعني بدأت تستشعر أنه من هنا نبدأ وبعد كده أي شيء. وسعيدة جدا جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة. يعني كثير من القضايا تم مناقشتها، وبحييك على الآراء الثاقبة جدا. الكاتب الصحفي شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، كل سنة وانتم طيبين، و 2020 أحلى لمصر وكل المصريين يا رب. بشكرك يا فندم. مشاهدينا ومشاهدي الحصاد لسه مكملين مع حضراتكم في الحصاد النهاردة، حصاد 2019. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي والحديث عن حصاد 2019 ولكن على الأصعدة الأخرى رياضيا واقتصاديا وفي كثير من المجالات. لسه مستمرين مع حضراتكم في الحصاد.